احنا بنينا قطاع السلامه في الهيئه، وانا كنت ساعتها مدير عام موجود في القطاع، وتم تدريبي ضمن الفرق كلها اللي موجوده مع الاتحاد الاوروبي وفريق التوأمه، واطلعنا على جميع نظم السلامه في جميع دول العالم لمده سنتين كاملين. انت هنا في هنا وبره رحت بقى دول ايه؟ رحنا فرنسا، رحنا بلجيكا، كنا بنروح تبع نظام التوأمة اللي موجود عشان نتمرن على نشوف نظم السلامة اللي موجودة عندهم اللي بيطبقوه، ونقدر ان احنا نيجي نطبقوه هنا. وده كان لأول مرة، لان كان القطاع جديد ما كانش موجود حاجة اسمها قطاع السلامة، وتم ده وكان بيتم لجميع العاملين في الهيئة وفي قطاع السلامة. يعني دي المرة الأولانية. دي المرة الأولانية. المرة الثانية أنا رجعت لقطاع السلامة، وأنا على قمة القطاع دلوقتي، أنا نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة. معانا برضو وزارة النقل وفرت لنا بالاتحاد مع وزارة التعاون الدولي توأمة تانية بمنحة برضو من الاتحاد الأوروبي بواحد ثلاثة من عشرة مليون يورو على نفس الموضوع، بس تحديث بقى لجميع القواعد الحديثة اللي موجودة في العالم دلوقتي. احنا بنتكلم من 2008، بنتكلم في 2015 و16 و17 ده لمدة 24 شهر من مملكة اسبانيا، مقيمين معانا على في الهيئة، بيقوموا بعمليات مراجعة الأنظمة اللي موجودة وبيحدثوا أنظمة السلامة اللي موجودة، وبيطلعونا على أحدث الأنظمة اللي برا، وفي خطة موجودة للسفريات برا للاطلاع على أحدث النظم العالمية في السلامة. طيب العمل البطل المصري أحمد فاضل ده فيما يتعلق بنظم السلامة، يعني هل داخل هذه الأنظمة نظام للحوافز، إن حد مثلا عمل شيء بطولي، حد عمل، يعني احنا بنشوف مثلا حتى في الفرانشايز اللي موجوده في مصر، حتى بيعملوا مثلا زي صوره كده نجم الاسبوع، احسن عامل في الشهر، حاجه زي كده، دي على المستوى الادبي. طيب مثلا حد انقذ السكك الحديديه من، يعني ده اللي بيلاقي مثلا 1000 جنيه او حاجه زي كده بياخد 10%، احنا بنتكلم ده انقذ محطه كامله او حاجه زي كده. هل انتوا في الانظمه الغربيه او كده شفتوا ضمن معايير السلامه والجوده لو حد قام بعمل غير طبيعي او عمل فائق للعادي، هل بيبقى فيه نوعيه من المكافئات؟ هل بيبقى فيه حاجه زي كده؟ هو طبعا بيبقى فيه نوعيه من المكافئات. يمكن رئيس مجلس الإدارة صرف مكافأة فورية إضافية لعم محمد 5000 جنيه، وصرف لعم محمد اللي كان معاه 2000 جنيه. التواصل مع العاملين وخصوصا في المواقف اللي زي دي بيبقى مفيد جدا، انك انت بتحسسه ان انت بتقدره. تم برضو ارسال فريق العلاقات العامة، راح له زاره، وتم الاتصال بيه تليفونيا، وانا الحقيقة كنت موجود ساعتها. وتم عرض عليه ان لو المستشفى اللي انت مش موجود فيها مش عاجباك، او العلاج فيها مش بالدرجة اللي هي، اختار اي مستشفى. ودي كانت توجيهات دكتور وزير النقل على كده. سيادة الرئيس بنفسه كمان اهتم ده في العلاج في الاول، يعني الحقيقة الراجل يعني راجل حتى نفسيته جميلة جدا. قال لا ده العلاج كويس وانا مبسوط ومفيش اي حاجة ومشي الدنيا. نوعية الاصابات، يعني طبعا حضرتك مش دكتور، بس يعني يعني حسب ما وصف لكم الدكاترة، يعني خطورتها يعني من الدرجة كام؟ اعتقد بيقولوا من الثالثة تقريبا، من الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة صعبة يعني، اعتقد يعني يعني هو اصله هو بيجري الاشتعال بتاع النار اللي موجود فوق، اجزاء منه طارت عليه.
الهواء. يعني هو ما مش كان عند النار والنار ولعت فيه، لا يعني هو مش بيجري وبيعمل كده، فراحت اجزاء من النار طايره على وشه وعلى جسمه وعلى ايديه. حاجه زي النابالم كده يعني. بالمواد يعني الكروسين بقى السولار مولع، والهواء شغال. فجري حاجات جت جريت على وشه وعلى ايديه بطريقه يعني هو ما كانش متوقعها يعني، وهو بيتصرف في الموقف ومش حاطط في دماغه اي حاجه. طبعا هو بيحاول ينقذ الموقف باي طريقه، حاجه ينقذ الموقف. عشان ما فكرش في نفسه خالص. للامانه، ما عشان كده انا سالت حضرتك اصلا ان يعني وانس ان انتوا بتجددوا في معايير السلامه والجوده، ان ايه المانع ان يكون مثلا حد عمل بطوله؟ ده في الولايات المتحده تقريبا في زي برنامج بيعرض البطولات اللي اتعملت في خلال السنه، يعني مثلا رجال مطافئ، رجال شرطه. ده طبعا ده دورنا كاعلام، ولكن فيما يبدو ان هم بيكافئوا بمميزات كبيره قوي في شغلهم نتيجه هذه الاعمال البطوليه اللي بيقوموا بيها. هو التحفيز طبعا شيء مهم جدا، ويمكن ده اللي انا شخصيا هعمله بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الاداره في الفتره اللي جايه، لان احنا جينا حبينا نعمل تقييم للربع الاولاني من السنه 2016 بالنسبه لعمليه الحوادث، فلقينا نفسنا احنا في يناير كنا 26 حادثه، في فبراير 21، في مارس بقينا 17، النهارده احنا في ابريل 12 حادثه. يعني احنا يعني في وصلنا تدني تحسن اكتر من 50% في تقليل الحوادث في الهيئه، وده مستوى كويس جدا. ففكرنا ان احنا نعمل عمليه تحفيز. احنا عندنا الهيئه مقسمه لست مناطق، للمنطقه اللي هي يحصل عندها اقل عدد من الحوادث او توصل لحد الزيرو، ان يكون ليه تحفيز للمنطقه كلها. احنا بندرس ايه الاجراء اللي احنا هنعمله، لكن هو ده احنا حاطينه ست مناطق على مستوى الجمهورية. ست مناطق على مستوى الجمهورية، يعني من اول الجنوبية اسوان لحد الوسطى، المنطقة اللي طب اقلهم دلوقتي في مستوى الحوادث، يعني لو لسه بنعمل التقييم ده عشان نشوف ازاي نحفز الناس على الوضع ده، لان التحفيز ده اسلوب من الاساليب العالمية اللي انت حضرتك بتاخد منها نتائج وبتعمل بيها تواصل جيد مع العاملين. الناس بتحس ان انت معاهم، انت ملاحظهم، انت شايفهم. فده ومردوده بيبقى على الهيئه وعلى البلد مردود كويس. خدتوا بالكم من حكايه المزلقانات اللي هي كانت سبب رئيسي في اكبر الحوادث اللي اتعملت خلال السنوات اللي فاتت؟ يعني في دلوقتي اعتقد ان في خطه كبيره لتغطيه كل هذه النقاط الحرجه لتعدية المواطنين، فيما يبدو ان بيتعمل زي نوع من الكباري او كده. هو احنا يعني الهيئة عندها 1332 مزلقان بيتم التطوير كامل. المشكلة عندنا بس في المعابر الغير رسمية، هي دي اللي بتعمل لنا مشاكل. يعني يعني انت حضرتك بتبقى عندك مكان انت مجهزه، في بواباته، في اجرازه، في انواره، في طقم حراسة عليه موجود، بيتقفل قبل ميعاد القطر، القطر نفسه بيبقى جاي ماشي عارف ان مفيش حاجة او حد هيتعدى. ده اللي بيفرق معاك بقى ان يكون مكان تاني وناس فاتحة حاجة في السور او معبر عاملينه، وبيتفاجئ القطار ان هو قدام منه حاجة غير رسمية. ودي في تحليل الحوادث بتاعنا طلع بنسب كبيرة جدا، يعني نسبها اكتر من الحوادث اللي الهيئه مسؤوله عنها. يعني مش مجرد شخص بيعدي، لا ده مكان خصصه الناس لان هم مثلا يعدوا. طيب عندكم مثلا فكره ازاي مثلا بديل المزلقان انكم مثلا تقفلوا المكان ده وتوجهوهم لمكان تاني، ولا العمليه دي صعبه نتيجه لطول خطوط السكك الحديديه؟ لا يعني هو طبعا دي عمليه مدروسه يعني. يعني انا مش ممكن كل واحد هيبقى عايز مزلقان قدامه او انا اعمل له فتحه اعديه كده يعني. يعني هيبقى طب صعب. دي حلها ايه؟ نتيجه لان الناس مثلا ايه بالعرف الدارج ان هم بيتخذوها معبر،
وحتى بتلاقي في باعة جائلين ويعني الدنيا بتبقى يعني حواليها. كل الحاجات دي حتى دي من الحاجات اللي معطلة التطوير بتاع المزلقنات عندنا. تعرف حضرتك الإدارة اللي بقول حضرتك عليها بتاع تحليل المخاطر والكلام ده كله، احنا خلال شهر أبريل ده عملنا تحليل للمزلقنات اللي بيتم اقتحامها وكسر البوابة بتاعتها. لقينا 52 حالة موجودة خلال شهر أبريل بس، عربية تخش وتخبط البوابة وتكسرها رغم وجود أجراس وأنوار ورغم أنها مقفولة. دي بتكلفنا كتير. طب ما فيش حراسة عند الحراسة موجودة يعني، ما هو اللي بيقفل البوابة وبيبقى موجود بيبقى موجود الغفير، وساعات بيحصل مشاكل. طيب ما هو طبيعي جدا لو خد نمرة العربية واتجاب بيحصل صحيح. وبيحصل محاضر حتى للمعابر الغير رسمية دي بيحصل لها محاضر. يعني بيحصل محاضر وبيرجعوا تلاقي بعض الناس يفتحوها تاني. فيعني احنا المشكلة الكبيرة الاولانية عندنا ان احنا نطور ال 1332 مزلقان، سواء ان احنا بنعملهم ببوابات الكترونية مرتبطة او ان احنا بنعمل كباري عليها او انفاق في بعض الاماكن. يعني عموما يعني هو كان موضوعنا النهاردة البطل احمد فضل، ولكن فيما يبدو ان احنا دخلنا من خلاله الى بوابة اخرى لهيئة السكك الحديدية، هيئة السلامة والجودة التابعة لهذه هيئة السكك، وبنتمنى خلال الفترة القادمة ان احنا ان شاء الله تقل عدد الحوادث. انت بتقول الشهر ده 12، يعني لو مشينا على المستوى ده عن 2017 يعني ممكن ان شاء الله يعني لو ما حدثش احداث كبيره هتكون النسبه قربت من الصفر. باذن الله طبعا، وما تكونش الحوادث حتى الجسيمه، يمكن انا ال 12 حتى اللي بقول لحضرتك عليهم مش جسيمه، جوه المخازن وحاجات كده يعني حاجات مش مؤثره قوي. بنتمنى احنا ماشيين في الاحسن، بنعمل خطط كويسة، متدربين كويس، عندنا ناس مؤهلين. احنا مطلوب مننا مزيد من الجهد، شغل اكتر عشان نقدر نوصل للي احنا عايزينه، نبقى زي عم احمد كده ان شاء الله. وبرضو يعني عم احمد فاضل بنشكرك وبنهنيك على هذه البطولة، وبنهنيك على اهتمام الدولة بيك واهتمام الرئيس بهذه البطولة الكبيرة اللي انقذت من خلالها مدينة صمالوط. وياريت يكون عندنا كتير زيك، مش بس في هيئة السكك الحديدية ولكن في كل مصر. تحية كبيرة ليك. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء غير شكر المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والجودة. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. غدا حلقة جديدة، فريق عمل جديد، موضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة أنيل للأخبار. إلى اللقاء.